Caldo, caldo va, caldo va. ¿Sabá? Ah, caldo va. أنت يا صلاح صباح الخير. نيه نيه. How are you? Yeah. هذا الكبير حلال. شو؟ أنت؟ شو يعني؟ حلال. حلال كبير. لحيتي كبيرة؟ إيه. اليوم يوم الحلاقة ترى. إيه. باكر السفر. بالليلة ساعة بالليلة. شو يعني؟ ليلة؟ إيه ده بالليلة. شو؟ سافر زعي متى برجع؟ برجع اللي بصير بكرة تاريخ 25؟ ايه برد تاريخ 5 سافر؟ ايه ارجع ايه مسج انا اسوي لك مسج؟ ايه انا انت بتسوي لي مسج؟ ايه يوم انا مسافر ايه بس لندن روحه؟ هي روحي بلان مستوي تسير ويا روحي ايه اليوم انا اسير ويا روحي ربي خلقني اسير ويا روحي ايه؟ ما اخلي بقعة ما اخلي بقعة تعد وتذكر بس عادة حفر طوينته. اه. ايه ها. يلا. شي تبع؟ بس. تروي وياي الحلاق؟ وين؟ الحلاق. حيلة شعبية هني. بصير شعبية؟ هي. لا بصير داخل بضبي. انا. بصير وياي؟ وين؟ بضبي الحلاق. بس. هي. لا والله اتاخر ما بتاخر حبيبي. ليه؟ اقول لكم بنعد لكم بعد شوية قصة صلاح. من يوم طاح واستوى لين امر هالساعه شو رايك صلاح زين بنقص قصه حياتك إيه؟ ويوم الاول تسافر تتعالج إيه؟ وش استوابك وتر العلاج ومنو صار ويابك بالعلاج تذكر إيه؟ يوم عرفت شو هناك الكلام اللي علموك إيه؟ شو الكلام اللي علموك بتقول روحك شوف بطه وشو؟ بطة وكرسي كرسي. بس هالكلمتين اللي يتعرفن زين؟ أقليم الله كريم ها صليح؟ مرتبش الحبيب؟ شو تسوي صلاح تساعدهم؟ لا السلام عليكم عليكم السلام الله راشد صباح الخير أنا عيوز؟ حسب لحيتي بيضة؟ إيه وأنت شو هذا؟ لحيتي وحين لا ما بالحين لا اليوم ما بحلاقه انت ليه بس تيجي ولاد بلاده تيجي لا عجلت بوحده هذا الحين هذا موسم السماد هذا موسم السماد هذا الحين سامدين اول موسم الحين هذا خلاص هذا على التلايا تقول لي بس عاده باقل هذه بنت ترى فراو ذاك طيب بتي عندي ولا بتيلس؟ عجوز شوية دقيقة انزين يلا ترياك بتساعدهم؟ ساعدهم شل شوية ها 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 تحمل يا ويلك يا الزراعة ايه يا ويلك منور يا عم رقب صباح الخير صلاح اعطيت شي رجب؟ ليش ما اعطيته؟ خلاص مرتين اعطيته؟ ايه بس عليه بعدين ليش؟ بعدين يوم بيظهر المعاش يوم بيظهر المعاش اعطى المعاش الجاي الناس يعطون على ظهور المعاش من يظهر المعاش انت بتعطيهم زين؟ بتعطيهم كلهم ولا بس رجب؟ اي يعني بس رجب يلا يلا حبيبي صلاح بعد يلا تعال تعال كل يوم الحين يوم بتم نسوي لك صوره غادي فيمس انت يلا كم يا سلام على هالورد يا 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 هني يا هاي شو هذا حينة في خضرة هي عنوس ها كل مزرعكم انتو ما شاء الله الله يطرح البركه ان شاء الله في بستانكم نزيدكم من زوايد الخير شو اسمه ارباب مالك؟ محمد ابو فهد منو ابو فهد ابو فهد ابو فهد يلا قرقش قرقش يلا ابو لا لا لازم انت يلا صبر ها واحد دقيقة دهان السيمة عند صلاح
شو هل خلاص شيء باجي؟ Yes, everything is ready. Okay, open what we have today. يلا كوكلي عادة, no time. نزيل هذا هريسة. Then go. بلاليت وعلاقة. يلا عاد بسرعة. وهذا شو؟ شباب. أشوف open the take the paper عاد. نزيل بارك الله فيك وهذا. يلا هذا القصر. وهاي حصيدة. Thank you, thank you. Say thank you for حفيظ. هيا يينا جماعة. عازمينهم على ريوك. يا صلاح وين تبصير أنت حينه؟ لا بتريق عندك رجال جاي إنك ضيف. ضيف جاي إنك. لا ضيف يا لا ضيف غيرك ما مينون. لكن جاي إنك ضيف. بس وحدة. بس بعد وحدة حبيبي. عشان لون الوردي عشان لون الوردي. صح يلا بس خلص يلا بعد شيل هاي هي هي ودي المطبخ شكرا هذا ابوي سلك صلاح صلاح اللي ما يعرف فقير وجليل عرف من اي حد هنسيره وحد من العرب لو يسوقوا لهم بدماديم عينهم يا البشكار ولا الدري وسار ما حد حتى وايق في وجهه هي والله حتى لو ما تكون انت في البيت لازم تخلي شو تبى صراحه حتى العذر حد منهم يقول والله نحن ما نجلس البيت شراتك نحن نسير اشغال زين ما عليه تعطون بسكاره ولا بسكار ولا حد من هالبيت اللي ياسين في البيت تقولوا له وتذهبون على هالمذهب ان حد يجيب شيء لازم تعطون شيء حق الفرحه ما بك العشر ولا العشرين ابتسامه العامل هاي كم روحه تسوى تصدقه تبعد مليون وستمائة بلوى بتيك ما يرفع ابوي الاعواق ولا يهاد وهاصدقه ولا ولاصدقه دفع البلاء ولاصدقه ابوي زين كل حد اللي بتظهره تنويبه ابوي صدقه كان حق صاحب ولا صديق اخت ولا اخو رحم ولا بعيد ولا قريب لازم صح صلاح هي والله انا اقول شي بعد شوف خاف ولا لا عيب حبيبي زين هذا زين الرجال جاي انك ضيف بعد شو بعد زين بعد تتشاور جاي تسلم عليك صحة هي شو تقول صلاح هدية هي بس لا بس سمع بس كلام سلم علي عليك وعليها السلام تراها خدية وين ما بحلم كيف يعني ما تعرف انت البحر انت كيف يعني كيف ما تعرف الحين انت تقول لي اشوف هذا ما كلام منو بحلم انزين ما علي الحين قلت لي لا تخب انا ما بخبر حد زي خديه وين الحين تشتغل وايد شغل تشتغل في ابو ظبي هي لا ها بعيد بعيد ما بتخبر في وين يا ربي يا صلاح ما بتخبرني بس انزين بس يلا لا حول ولا قوه انزين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عاد الحين ظهرت وجهي العماله ما اريد اظهر من الصبح اسب اللحيه بيضه الحين بنسير بنزل اغلى الوجه لا غير اللي خلاني احتد حق هالموضوع هالرجال الفنان هلا مرحبا احمد بن عود الرميثي مرحبا مليون صباحك خير صباح الورد وياي بهالبطل وياه محمد 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 بن احمد بن عود تعال ياي تعال تعال بعدين على هواك ابوي على هواك نزيل وياينا على الله يحفظهم من عندهم هذا الشيء ما يو خلايق هاي ايش قاعد يتبطل الحين هذا كله ما خلى شيء ما شاء الله عليهم ما يابوه ها تبين ها هذا فالوده وهذا هذا تشيز كيك ها حلاوه بعد من قير شكله والله كلاس وراقي فنان زين وهذه هاي شو بسبوسة تشيز كيك بعد وهذا ها هذا ورق عنب بعد من قير خدمة بيت مروحهم يعني وهذا شابورة شابورة هاي الله يحفظكم بالسويدة أحمد يحب السودة هي. والسنوت حب السودة والسنوت هذا عادة أكثر ما يستعملون الله يحفظكم للشاي حليب يعني يا سلام هيا بلي الله يحفظ احمد حق يوم بسافر لندن اللي جاي وين حق هاي الشبوره هالكرت وصندوق العود هذا هذا حق السفر
وهذا حق جسمه وهذا حق فريجي وهذا حق البيت يعني كله فنان وكله غاوي اللي يسده كله الترتيب ترتيب الترتيب روحه فنان طيب بدل ما الواحد يجيب هاي من الكبار يقطف منها لا هاي ابوي لقمه بلقمته مشكورين بوشاب حبيبي مشكورين والشغلهم ترى ممتاز وروعه وخدمه بيت وفنان سعره ما اعرف عنه والله لكن وايد ترتيبهم حلو يعني ترتيب تحس انه في ترتيب انوثه ترتيب رواعي الدار ترتيب بناتنا بنات هالدار اللي عرفن للترتيب اللي ضاريات على الترتيب ومن استوان في الترتيب يعلى الله يبارك لها ابوي في بزنسها اللي مسوت لنا راعيته وموفج الله محمد شو قلت حق الشيخ محمد بن زايد انت؟ شي سوي حق الشيخ محمد؟ كفو بعدي 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 انت شو اسمك؟ شو اسمك انت تعال محمد خلاص انا بصير عنك يلا زين شو اسمك؟ كلم عمي تعال صدق جداي شو اسمك؟ شو اسمك؟ محمد بن زايد محمد راشد يا ربي مقواه كرميه ذي ابوي ما شاء الله عليك على الله يحفظك مع السلامه البتري مع السلامه قول انا اسمي محمد محمد ما كبار الاسم الاسم شائع بطني يا هالكبير و يلا مع السلامه مالله مع السلامه الله يحفظكم يا شاب هداه الله عاد الروائح اليوم حدث ولا حرج يا سلام سلم شد سمد نص البيت هاي البارحة صاير نهار وحين عبي يبتدي يسمد النص الباجي هذا حين موعدي عند الحلاق الساعة كم 11 وانا حين 10:30 وبعدني ما صرت انت بوصف انت بسيط يا عيال حلال ان شاء الله اني بخلص الامور بطاقة طيبة وكل شيء بغادي زين وينك عبي اللي تاكل برتقال ما حد ابوي اكل لبطون مزرة خبيص بلاليط وعصيد دفع الله شر البلاء اليوم لا ما في سلام كم سلام هريس انت وين كلنا فرات يجي يسوي سلام عليكم باباك حالك ليش انت ما يجي يسوي سلام عليكم why you are not coming say hello for بابا why you are not coming sorry tomorrow every day morning good morning بابا سلام عليكم سلام عليكم tomorrow تعال tomorrow I'm go tomorrow for who you go say hello baba tomorrow morning no 5 o'clock I will leave yes 5 o'clock I have to be in the airport my flight 8 o'clock take off 3 hours before because we have good airport it look like I am in garden هب جاردن جود بليس لوك لوك لايك اي ام ان بيج مول يس امريكا نو ابو دبي ايربوت شو التحرى يلا سير شو اليوم غدا اليوم في ملوخية وبعد ها وايت رايس زين ثانك يو فيري ماتش ملوخية ارديحي اور تشيكن اور وذ ميت تشيكن today oh sorry meet حفيظ sorry حفيظ هي will make the ملوخية fresh ملوخية or frozen why frozen means inside ah from العين هي هاي إيران بني شعب هي إيران على الله يحفظها أم محمد مطرش لنا روحها تزرع ملوخية في حويها وتخرطها وتطرش في قريطيسات ثلجات طال عمرك يا أم محمد عمو خالد لا تقول ما قلت لكم ترى اليوم يوم الهي يوم الهي اليوم لا ما في سلام بالنسبة للي تخبروني عن رحلة اليابان اللي بتكون في شهر
ثلاثة 25/3. هاي شركة الله يحفظكم في اليابان، شركة يابانية، شركة وايد كبيرة من أكبر الشركات السياحية في اليابان. إن شاء الله بحطنا عنوانها وعلمها وخبرها، شو اسمها، شو ترتيبها، شو مكانتها من في مصاف، هي من مصاف الشركات المتقدمة والأوائل يعني بالنسبة للسياحة في اليابان، وكذا بلد يعني مخذين رقم واحد في العالم. يا غير ما بروم أعلنها الحين عنها، بعلن إن شاء الله خلاص هذا حينها. لكن على فكرة إذا ما تحجز الحين بترى ما شيء حق الموسم مال الورد، مال الورد من العام العرب حاجز ما بلاقطه، اللي هو موسم السقورة، هذا سقورة ما يسمونه، اللي البلاد كلها تغلي لونها زهري. هذا أولا. وثانيا أبوي الفنادق كلها تتمزق، تغلي فل السيائير، الفنادق، الأماكن كلها تغلي، البلاد مزحومة بهلها. حتى هل اليابان اللي متغربين وخارج اليابان يردون في هذاك الموسم. اليابان ما أدري كم مليار، 100 مليون، ما يندرى كم آدمي فيها. روح بلادهم بشالتنها على كبر حجمها، من ولاية من منطقة لمنطقة 5 و6 ساعات في الطيارة من كبرها البلاد، وما بضامتنهم ما شاء الله عليهم، ما ينحصون كثر التراب تبارك الرحمن. يا خير نحن بعد نزيد الهرمز ملح، صارين نزيدهم على زحمتهم نزيدهم، لكن نحن أبوي ضيوف خفافضل، نسير كم من يوم ورد، ما نجلس مدة طويلة، ومدة إقامتنا نحن بتكون هاك اليوم بالضبط 10 ليالي، وسيرتي حين لندن بتكون 11 ليلة إن شاء الله. سيرة لندن في بعد أشياء فنانة، في أشياء في سلفريدج بالذات، أنا ساير حق شيء مخصوص في سلفريدج، ما بروم أخبركم عنه لين أوصل إن شاء الله. شيء بعيبكم يعني، أنا ما بعاني حق شيء عادي، شيء في سلفريدج يعني، ومن أوصل إن شاء الله بخبر. يا ربي وفي يا ربي أبود عمري، أصلا مفروض ما أخبر لين أوصل، لكن ما بخبر الحين، ما علي، بغير الموضوع أسب محد يعزر علي وسير أرمس بالموضوع. أنا أبدأ أنا شرات المصباح انقصيت انخرطت المعلومات كلها، فلذلك إن شاء الله أني بغير الموضوع ولا بخبر ليش أنا ساير وشي الدعوة اللي أنا ساير عسبها اللي هي في سلفريدج. يلا برايكم أقولكم، حطيته الحين مرة ثانية صورته لكم، هذا مال العنوان مال ليانا مساعة، الشبورة والحلويات والورق العنب والبسبوس والمنبوس والكسكوس والعنب كل هذا حطيته مرة ثانية، لأن صورته وقال والله حي كل مسجات ليين أبوي ما بواضح التصوير، ما بواضح، خل دقينا لهم الحين قلناها أبوي صوروا وطرشوا مرة ثانية وصورت وحطيت لكم إياه في الستوري، وانتوا عاد على هواكم. أنا أزيد لحد يسألني اللي يبى، حتى عقب يومين ثلاثة يدخل أبوي في اليوتيوب ويطالع له هذا شو اسمه ولا شو عنوانه، أنا ما أعرفهم الحين بخبركم بهم، ولا أني ترى وايدين لي طرشون الأغراض ولا أعرف أبوي من كثرهم ما شاء الله. الحين تدو كم باجي؟ 12 موعدي عند الحلاق الساعة 12، وأنا باجي لي ليح أنا أوصل الحلاق 10 دقائق، يعني متأخر عليه 10 دقائق. عند الله علينا، عند الله علينا، لا حول ولا قوة، أمر ببابهم بدون حاجة، لعلي أراهم أو أرى من يراهم. عند الله علينا يا فريج التيار، الأول أبوي نيت متبارك عليك بنت سعيد، يعلها الجنة، يعلها الفردوس الأعلى. الأول أبوي متبارك عليك أبوي بنت سعيد أنيك، وحين من سارت بنت سعيد لا طحناك ولا شفنا أبويه رقعك كيف غادي. الله يبارك في اللي باجيم وساكنين في هالفريج، يا الله يحفظهم ويحفظ ذريتهم يا رب العالمين. فريج التيار يا الله يغفر لها، ما باليد حيلة. اليوم هاي الشيء سناب، اليوم هاي الشيء سناب. أبو محمد
مرحبا مرحبا بولد احمد، يا مرحبا، السلام عليكم. شو جايب؟ ما تعرف؟ How are you صلوحة؟ وين جايين؟ وين صرتوا؟ وين جيتوا؟ خلف. من الصبح عندكم خلف؟ تغديت هناك؟ وين تغديتوا صلاح؟ بدية بابا. تغديت عندكم بدرية؟ شو غداهم؟ ما اعرف انت هو لحم. شو؟ دواء. صلاح كل الجمهور يتريوني يعرفون شو قصك. اخبرهم لو ما اخبرهم؟ لا ما تريد تخبرهم؟ ليش صلاح؟ بس. انا ابوه. يبون يعرفون قصك، كون يعرفون يوم صرت المستشفى، يوم يلسوك في المستشفى وخلاف، كيف غديت هالنمونة حين انت الاول غير والحين غير، شو التطور اللي صار؟ اخبر. ها؟ نحن ما قلنا غير الله كريم يا صلاح، نحن ندري ان الله كريم، لكن نحن نشاورك حينه. اخبر لو ما اخبر؟ لا ما اخبر. ليش صلاح؟ شو قلت لهم اني بخبر يا حبيبي؟ الكريم يعني اقول ولا لا؟ لا ما اقول. ابوي مصر ما يباني اقول. بحاول لين خلاص. صلاح حبيبي خمس. شو؟ شو؟ بس. شو بس؟ اخبر حين الناس كلي يتريون. ارمس ولا ما ارمس؟ لا لا لا. زي ما ارمس ولا ارمس؟ ارمس لو لا؟ لا لا لا. يا ربي سامحوني ابوي الجمهور، ابوي صلاح ما يبى حد يعرف. ما يبى حد يعرف عن ماضيه ابدا. ارمس ولا لا؟ نويت. يلا ما بطايع. باي. ما بعد شو؟ شو بعد؟ شو قلت توك؟ شو توك؟ شو قلت؟ انت شو قلت توك الحين؟ الحين شو سويت؟ ادعون. لا 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 ادعون؟ ساير وين؟ شو لا هذا ولا هذا؟ صلاح؟ دقيقتين بسير. زين وين بسير؟ ذهني وين؟ لا حول الله لا حول الله. اسمي واحد اسمه صلاح توا فاتن علي لين هذا منه ما ادري شو صلاح ليه توقت فاتن؟ الحين يتحروني انا مزعلنك. زعلان من انت؟ لا والله. ايش بلاك؟ ما تشوف كلام فيه. هناك صرت حق ام محمد. ابا اقول لها شو صرت تقول لها؟ انا ما اقول لها. شو صار يقول لك؟ انا ما اقول لها والله اقول لها. قلت لها سر؟ انا ما اقول لها. أبو لا أنا لا 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 بس لا 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 تهدى أعصابك. شو اسمك أنت؟ صلاح. والنعم. بس بس صلاح؟ بس. بابا شو اسمه؟ سؤال. ها؟ نسيته؟ خادي. لا بوزه ما اعرف اسمك الكامل. بيسي. ها انت قبيسي؟ ايه؟ انت ما بقبيسي ولا عندك خبر؟ عوش هذا بيسي. عوش شكلك بيسي هاي ماما. انزين انت شو اسمك؟ خادي. انت اسمك صلاح احمد عبد الله الخالدي. يلا قول الاسم كامل. خادي. واللي قبل ثلاث اسامي صلاح. لا حبيبي لا تبدر التليفون عاد يا اساس رمس يا سطع التليفون. عد الاسم كامل. صلاح خالد. بس خالد خالد شي تفكر فيه انت الحين؟ هذا كلام شي ترى يهويس شي في راسك. ايش عندك؟ ما بتخبرني؟ ما بتقول لي؟ زي ايش طالعني؟ طالعني بس يا صلاح. لا شويه بس مدينه خليفه بس بعد. كم بتجلس؟ بس ساعة واحدة؟ بتعشى عندهم لو عندنا؟ ملوخية مسوي لك عشاء؟ مال غدا ما قلت تبغى مال غدا ملوخية؟ ايه؟ نخلي لك ملوخية زينة؟ يلا حبيبي لا تبطي انزين. مشكلة انت والله المشكلة. هذه اليوم باروت ما تتحاكى. اي ها يلا في ملا مع السلامة. مساكم الله بالخير. أكيد ساماني مجهز وسرت يلط الويه وصبغنا الرأس على ما سأبدن ها. الأمور طيبة
وزحبت شناطي بشيء طبيعي مش روحي انا زحبت شناطي يعني البيت كله اشتغل ازم البيت تحرى خلية نحل كلن يحط وكلن يشل وكلن يعدل ويلا يلا خلصنا اي والله شل هذا وحط هذا ولا لا لا يعني شغلتن طويلة عريضة نمراد افتكيت مصدع وديان يعني لكن لين الحين شناطي ثامية ثم طلقة يعني ما سكر هالشناط قبل ما اي من يوصل الدريو مال طيران الاتحاد قبل ما يوصل بعشر دقائق سكرنا شناط بس لعن انسى شيء هي في احتمال انسى شيء ما حطيته قوم فتشوا الشناط من يد جديد لا يا ابوي ما فيه قلت مره واحده انا شي طبيعتي يعني من استويت انا منكم قال لكم بخبركم قصه صلاح صلاح من استوى والله خلقه هو هالنمونه طايح طايح هالنمونه وقزر حياته من يوم هو ياهل على هالحاله يوم استوى عمره ولد يوم كمل 10 سنين ولا 12 سنه قالوا الناس قالوا حق حياه امي وابوي البلاد الفلانيه فيها مستشفى حق اللي هالنمونه ودوا بيعالجونه وبيغدي بخير وبيت تعدل اوضاعه حياه امي وابوي قالوا ان شاء الله ظهروا امر من الحكومه يعني من وزاره الصحه هاك الايام وطرشوا البلاد الفلانيه وخلوا في هذاك المستشفى مستشفى معروف عالميا ان هذا مال هلب الوادم اللي هالنمونه هذا ما يصيروا ولا كل ثلاث اربع شهور صاروا ولا كل ثلاث اربع شهور صاروا ولا وكل ما صاروا له حالته متردية زيد كل ما صاروا له حالته متردية اخر مره يوم كشفوا عن ينبه لقوه لقطوا شوفوا يعني كيف يعني استغفر الله لقطوه ينبه في وسوم وسم ترى الدخاتر والنيرس اللي في هايش البقعة يازمون يطفون الزقارة في ينبه حد من اللي يشتغلون هناك خبر حياة مايا وقالها ترى تشي 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 استوي وشلوه من هايش البلاد وسفارة ما سفارة وقالوا ما يدن علينا الظهر إلا نحن شالين ولدنا رادي به بوظيفي وش أي هاك اليوم مطار البطين حيدة نحن كنا في مدينة زايد ما وعينا إلا قالوا بتوصل للطيارة كان طيران الخليج صرنا البطين تلقفنا له لأن قوم أبويا بينا أخوي صلاح كمل كده ثلاث سنين أربع سنين ياي ما يعرف إلا بطة وكرسي كلمتين كلمتين غيرهم ما يعرف شيء بطة وكرسي واحد ولد حلال هناك من اللي يشتغلون قال حق حياة أبوي علاج ولدكم يكون بينكم بين علاج الولد أن يكون بين أهله لازم يشارك في البيت إذا تبون يتطور إذا ما تبون يتطور وجوده وعدمه واحد خلوا في مستشفى ولا قفلوا عليه ولا بيتم على ما هو عليه لكن تبون يتطور لازم يشارك بالحياة اليومية والله ويا غير نحن كنا يعني كلن لاهن زمان وكلن ما بمهتم عنده دري ولو عنده بشكارة اسمها نفيسة مصرية نفيسة بيومي بشكارته وكان هن ثلاث بشكارات كلن مصريات غير نفيسة هي اللي أكثر متعبلة من صلاح نفيسة هي اللي أكثر متعبلة من صلاح وهنتين من غير حق البيت هاك الوقت كله السنين اللي طافت هاك الوقت في السبعينات والثمانينات الأيدي العاملة في دولة أكلمكم عن بوظبي يعني رغم كبير منها من مصر وعقب خلاص منعوا إن ما حد يجيب أيدي عاملة أعتقد كمربيات وملاحظين في البيت المراد ما بهذا موضوعنا تم صلاح سكننا في البطين سكننا في البطين وآزم 24 ساعة خاري لأنه ما في حد منا حاول يسير وياه يتصادق وياه يتعبل منه حياة أمي
وما يلا يغفر لها يعني حرمة ولا فيها يعني وهو يبقى كله خاري ومي ما فيها تركض وراه تم وياه البسكارة والدريولية لكن هو هوير القوايل من باب بيتنا لين الحرس من البطين لين الحرس ساير ياي القوايل الطير ما يطير الضحى وقيض وموت والله مسلمنا من هالسيايير يوم يعني الله يحفظكم كمل دهر على هالحالة كمل دهر استواله دريول وخدامه خاصين روح حقه روحه انزين اختي حصه المهندسه اللي في امريكا اللي الحين تتعالج على الله يعودها ان شاء الله وتكون بخير وسهال ويعافيها ويعافي كل مسلم يا رب العالمين اول من زاد الاهتمام في صلاح هي فازمه تتعامله بقوة وبتزعل عليه وانكل وما كل مثل الحين شفته أمس قالت له لازم يخف 20 كيلو عسبيه أمريكا فتم على هالحالة معانا في السير واليي ويا أختي خدية ويا أخوي خلاف ويا البيت يعني ويا عيالي أم محمد ويا عيالي ويا أختي بدري يعني ويا العائلة كلها تمينا نعامله كإنسان سوي مش إنسان مبصاحي ولا فيه علة ولا فيه عوق ولا شياته كان لا ينطق إلا كلمتين كرسي وبطة فقط لين يمكن عمره 17-18 ما كلمتين بطة وكرسي وكان يترنح يوم يمشي زيادة ترنحي هو إعاقته أو مشكلته مشي ترنح وفي اضطراب بعض الأحيان اضطرابات تي يا غير ما في إخبار ولا في نايم الخبرة والمينون هاك اللي يفر الوادم بحصة هو ما يفر الوادم بحصة هذا أكثر شيء هالنمونة خود وما جاي يعني من هالرمسات ومرح ويحب يسافر ويحب الضحك وينكت يعني ويزقد العرب ساعات يعني او انه يمزح يعني يقرقط شي يحط صبوعه يعني يسوي حركات مال وناسه يعني ابدا ما كان بهالطريقه قبل 15 سنه مش هو هذا فلذلك اللي هو مثل نوعيه صلاح هذا نعمه وبركه في كل بيت وكل انسان يتعامل مع نوعية من البشر هاي بطريقة مهذبة وبشيء بما يرضي الله وبنفس مش مراءة أو مش شوفوني أو تراني أسوي شيء لفلان لا من الخاطر هذا رب العالمين يرزقه من حيث لا يعلم وأنا إذا أني أنا بخير وسهالة والله يرزقني من عقب رضى الله سبحانه وتعالى ورضى الوالدين لجل شف صلاح أنا من تميت أتعبل في زيادة على اللزوم رب العالمين فتح لي أبواب كانت مسكرة وحين لو وين ما أجب الوجه رب العالمين يفتح لي لك 600 باب بركات هالصلاح فضلنا من الله شيء طبيعي فضلنا من الله وبركات هالصلاح فلذلك وايده العرب اللي عندهم شبيه صلاح ذكور وإناث ما حد يدريبهم ولا حتى حد يتعبل منهم ولا حتى حد ياخذ بيدهم ومهملينهم على تجلى بشاتير وعازلينهم في طرف الحوي ولا مسوين له مكان ما حد يدريبه كل ولا شرب عقه وأكل من تحت الباب يعني يشتم لله ف نوعية من البشر هذيل أواد ما ينقصهم شيء أبدا الله خذ منهم شيء لكن عوضهم عندكم عندهم إخوان وخوات أمهات وبهات ينبغى الاهتمام إذا تبون الله يسخر لكم الأرض من عليها اهتموا في النوعية من البشر هذيل نوعية من البشر هذيل رب العالمين حاطنهم أمانة في رقابكم
وهالرمس موجهه لكل انسان عنده حاله مثل حاله صلاح، اكثر او اقل، ادنى او اشد. وايد ضروري علاج الانسان اللي من هالنوع وجوده عند اهله، عند اهله، وضروري انه يعامل معامله بني ادم. الحين صلاح حتى السياره يدقها سلف، خطر عليه يسوق، خطر عليه يسوق صلاح الاول، ما يعرف شرقه من غربه، وزعيج وبغي. ليش الحين يعرف كل شيء؟ ليش ادنات الدون يشعر به ويحس بها؟ سيرت مساعة اخت خديجه مسافره وقالت لي لا تخبر حد، نحن ندري، لكن لانها قالت لي لا تخبر حد مصر، ويقول انها في الدوام، هي داوم في المطار، مصر انها في الدوام، يعني ما في هنان ولا فيه ذلك يوم تعيشه وتمزح وياه وتعيشه في الاكل والشرب والطبخ وشل وحط وسيره سوق وتتشل به. نحن حتى المعاشات البشاتير، انت لا تصيرون بعيد، انا من مده العام تم تصوره مرتين ثلاث، وهو يوزع الرواتب على بشاتيره، هو عنده دريول وبشكاره، فهو اللي يدفع اسحب له من البنك وهو اللي يحاسبهم، فلذلك يحس بمتعه، يحس بمتعه. وانا اسوي هالشيء تمت العرب تقول لي ليش انت تذل البشاتير وانت تعطيهم المعاشات؟ تصورهم ليش؟ شو يعني هذا منو؟ الناس السلبيه اللي ما فيهم حاسيه ولا يايدون العقل، هذا مردودهم كان. شهروبي قدام يهتله وعالمه، ليش انت هاي ناس جاي من دارهم لين هالبلاد يبون يعيشون وانت تجسم معاشات عليهم قدام العالم وتصورهم؟ ليش يعني هالشكل تسوي ولا لا لا لا؟ نسبة بسيطة ترى كانت منهم، لكن 98% أصبت الهدف. الهدف فئة الناس اللي أنا أقصدهم فهموا الصح، وكل ما ياهم يفهمون صح أكثر. إنما أنا بقول أني كنت أسوي شيء لجل الناس تأخذ فكرة وتعتبر أني أسوي شيء أسب أني أدمجه في المجتمع وأدمجه معانا، لكن منو اللي يفهم؟ اللي يفهم الإنسان اللي فيه حاسية ويبى يفهم، يقير الإنسان الناقص والإنسان الدوني يجلس يشهر أي شيء يسمعه يحسبه على هواه، وينزل في الصحف والمجلات اليوم الفلاني شي قالوا واليوم الفلاني شي فعلوا، وليش انتو شي تسوا تحتقرون الناس، وفي ناس ساكنين المكان الفلاني الوقت الفلاني يقولوا شي. هذا تعرفون شي لجل من العرب يدور عليك ادنات الدون، يكون هو من الاساس ناجح في حياته. الشخص هذا ناجح، كان مهندس ولا دكتور ولا بروفيسور ولا جراح ولا مليونير، ما سد هذا كله، يبى ينجح بعد في السوشيال ميديا، يبى ينجح في البيع والمشترى، يبى ينجح في كل شيء. ما حد ينجح في كل شيء، تنجح في مجالك اللي انت الله كاتبنه لك وانت تعرفه، لكن تبى تنجح تبني نجاحك على كلمة قالها فلان ولا كلها كلمة قالها علان، وانت من الاساس متهمن الزور بهتان كان ذكر ولا انثى، ايش عليهم الطرق هذا كله؟ تبى تطلع، اطلع باسمك بصيتك بفعلك بشخصيتك روحك، مش تطلع على حساب، تطلع تقول فلانة فعلها وتركها هذه وهي فقيرة ما قالت شيء، او دكتور سوى العملية الفلانية أو ما صاب الهدف يوم سوى العملية الفلانية، تشهر بالدكتور هذا، شهرت بالمستشفى وشهرت في الدنيا كلها، شو عليه هذا؟ يعني أنت حين تبى تظهر على حساب الدكتور هاللي غلط مرة واحدة، تبى أنت تطلع وتنزل في السنابات وفي تويتر وفي الجرايد، والله الدكتور اللي هلكيت ساكن ترى خطأ في الخطأ الفلاني، وهذا عيب على الدكاترة. نسين البلاد ما فيها قانون، انت حينه بتعرف القانون بالهل بالحكومه، هل بالحكومه يدروب الانسان هذا اذا سوى خطا ولا عدل ولا مايل، بيزخون ابوي من علبه.
الدكتور هذا بينسخ من علبه، ما في داعي تترمس. انت يوم بتشهر بهالدكتور بتقول هذا سوى العمليه الخاطئه الفلانيه، انت تجا مرحبا، انت رب العالمين. ما يستوي ابوي، ما يستوي اثنين في واحد، ما يستوي شخصيه وحده حق الانسان. تقبض مليون مهر ما يستوي تقبض لك مهر وحده. نجاحك بيظهره، بتظهره نفسيتك العدله، تظهره معاملك ويا العرب. نجاحك مش تبني نجاحك على اي هفوه هافنها واحد ولا غلطه ولا حرف ولا زله لسان. جل من لا يسوء، شو يعني وغلط فلان ولا غلطه فلانه ولا غلط المهندس ولا واحد دعم ولا واحد كسر بيت ولا انكسر عند بيب. تجلس الشهر به، تجلس تشهري به، شو عليهم الطرق؟ بتغدي مشهوره وخلاف وغديتي مشهوره، شو يعني غدي مشهوره؟ شو يعني شو شهرتن عليه هذه؟ حد يسوي له سمونه من قراطيس؟ حد يسوي له معده من زق سبال؟ زق سبال اللي هو السوداني، حد يسوي له معده من زق سبال؟ ما يستوي. لا دمي يوم يبى يرفع اسمه ويرفع عمره ويسوي صيت وسمعه، يا اخي مليون شيء مستوي في الدنيا العود. ليش يعني طالع هذا الدكتور فقير جلع ضرس واحد وعمي هالريال؟ رب العالمين كاتب اللي يعمى، شو المشكلة يعني؟ مستشفى بكبرى بتسكر عسب الدكتور هذا جلع ضرس وصيتك الريال يتعاهى من الله؟ خطأ طبي يعني يبي يجتله؟ ما يبي يجتله، استوى الخطأ الطبي ومات ولا حية الموت. رب العالمين كاتب له خربت الدنيا، انكسر البنك. يعني العرب ين وظهر من ديوان عقله، يعني يدورون أدنات الدون حق يسوون قرقعه وبلب. الحين ابوي ما حد متفيج حق حد ولا حد متفيج حق السخافات اللي مره ما لها معنى. السخافات هاي اللي ما لها معنى في اشياء وايد ابوي. الإنسان جدير أن يذكرها وجدير أنه يهتم بها، وايد ضروري تهتم بمواضيع إيجابية. لا تجلس تطالع هفوة فلان ولا فلانة، علان ولا علانة، يعني هذا مش موضوع حين ذو أهمية. الناس حين تطابخ والدنيا أبوي من جلبه فوق تحت، ما لمعنا هذا كله. شو لمعنا؟ يعني ما حد يسوي قرقع مني والطريج، عيب عيب. نرد على موضوعنا المراد. فآزم صلاحي الله يحفظكم، أنا مش ما أدري شو اللي خلاني يصير شرق وغرب، لكن ما علي كل واحد شو يعني قاصد. أنا المراد قاصد ولا أيده شو يعني قاصد شو يعني، ما عندي مشكلة. اللهم لك الحمد، قال امشي الحرة ولا عليك مضرة، ولا تسرق ولا تخاف، وليه ما ينزقر ترى ما يتوايب. أي إنسان ما ينزقر ما يتوايب، يوم بيزقرونه. قال نعم. إنزين، فآزم صلاح حاليا يبى السفر ويبى السيايير ويبى الكشتات ويبى المولات، حال أي إنسان. ولا الأول قبل 13 سنة، والله يا أبوكم يني هوير القوايل من شارع لين شارع، حافي بلي نعول نعال. يوم عد حبا من يمكن 18 ولا 20 سنة ابتدى الاهتمام فيه بطريقة مكثفة. فلذلك يعني ما يظهر من البيت إلا متروح ومتعدل ومتزين ومتدخن ومتحلق، وصالون مغربي وهذا مال الظهور بديكير ومانيكير، ويسووا له هاي تشوف ايه المغربي هذا انزين، ويصبغوا له راسه. فلذلك حس بعمره انه له قيمه. فلذلك ازم شخص غير عن الاولي. فانا انصح نصيحه لوجه الله، أي إنسان رجل كان أم أنت، عنده أخت ولا أخو ولد ولا ابن عم، الله فيه وفيها. كان تبون رب العالمين يسعدكم دنيا وآخرة، كملكم الأجر
هذا ترى إنسان روح روح رويح فقير مثل ما أنتوا تبون. ترى هو يبى لكن فقير ما عنده حد يلجي بال. نحن يوم لقينا بال شوفوا شو قد حينه. والله يا أبوكم يوم يدخل عندنا البيت ين البيت بكبره يتبسم. البيت اليدرات اليدرات روحها تتبسم يبش له الخاطر. الناس تفرح وين ما يصير أي مكان. الحين العرب كلها تتمنى شوفه شمنا فقير وعلى سبحانيته وعنده راحة البال. رب العالمين رافع عنه القلم رافع عنه من اللي مرفوعة عنهم القلم هذا هذا أبو قربه سعاده وجنة. وحياة ماي الله يغفر لها كانت بتموت عليه بتموت عليه تتشرق باسمه ظهر وليل ونهار على كل وقت يعني زد عن 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 عيالها كلهم. هو هذا صلاح. فمن عقب ما توفت الوالدة يعني نحن أكثر زاد اهتمامنا فيه. الأول كلنا مهتمين فيه لكن الاهتمام الأكثر من حياة أمي. يا غير من توفت حياة الوالدة كلنا حين كأسرة من إخوان وخوات كلنا أربع بنات وأولاد اثنين ريايل اثنين أنا وأخوي خلف والبنات أربع مهتمين فيه شرات ما نهتم في عيالنا وأكثر. الاهتمام ما بلا مني أنا مني ومن إخواني ومن خواتي كلنا يعني يخطف كل يوم برنامج صلاح شو كل يوم من يصبح الصبح يبات هو في الفلاح عند ختي خدية من يصبح الصبح يا عندي سيد ويجلس عندي لين الضحى العالي. الضحى العالي صار بيت أخوي خلف تغدى أو صار بيت أختي بدري يتغدى رد قيل عندهم ولا ما قيل رد عندنا. أذان المغرب يكون عندنا. خلص من أذان المغرب من وجود عندي في البيت صار وي العصر بعد قبل ما يجينا يصير البنياس عند أختي بدرية كان مقيل في الفلاح يرد عقب ياي عندنا. من عقب ما يدنا المغرب صار بيت أختي حصة مدينة خليفة المهندسة حصة هي موجودة ولا ما بموجودة لازم يصير البيت. يطالع بشاتير يطالع العمال يطالع الزراعة عقب أبوي يصير الفلاح ويبات. الحين يوم 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 ختي خدية موجودة وكانها مسافرة يبات عندنا وعايش عيشتن أبوي ما حد عايشنها كلن أبوي يربع له حافي ومنعد ولا عليه قصيرة وبيزاته أبوي في البنك وأبوك على ما تشوفون دومه وارم ودومه يحب قنب عشر قنب عشر ويداد دومه كل أسبوعين ثلاثة يشل ألف درهم يوديهن حق ختي فاطمة. ختي فاطمة تشتغل في المصرف المصرف المركزي ما أدري النقد المركزي هذا هو اللي في البطين هناك فيعطيها ألف يقولها خرديهن قنب عشر يصرف منهن ويوميا يصير يدفع 20 درهم يقول هذا حق عوشه عند الهلال الأحمر. يوميا يوميا يصير يدفع 20 درهم هاي عزهن هاي حق منو حق عوشه يجيب وصلها مع 20 درهم صدقه. سبحانك يا رب الله مسخرنا أكثر واحد أو أنا ناوي أقول لكم إن شاء الله باكر بي صلاح وبخلي يطري قدامكم هالبيزات يوم ايش قال تصرفه مع هال بالهلال الاحمر يوم يشتري البطاقه. لكن ذكرت اني باكر مسافر اي باكر احب ويباجي اربع ساعات بالسياره كل مال طيران طيارتي الاقلاع ثمان وقلت لهم يطرشون لي السياره الساعه 5 يعيبني ابوي اتمشى مطار ابو ظبي واشوف العرب والعرب تشوفني وهاك الدوتي فري سوق الحرة والمقاهي والمطاعم والعلم والخبر مطار ابو ظبي الدولي بعد حدث ولا حرج. يلا ان شاء الله نرمس وياكم اليوم ترى اول ما اوصل لندن ترى ما بسوي سنابات بسوي سنابات ان شاء الله يوم من اوصل احط الكرت الجديد احط البطاقه مالت لندن بسوي لكم سنابات ولا قبل ما بيوحي لي ان شاء الله باكر المغرب يعني اذا الله راد. يلا صبحنا على خير.